تقديم طلب شراء باستخدام بطاقة ائتمان. لتقديم طلب شراء على موقع newyorkdress.com بواسطة بطاقة ائتمان، جدي الموديل الذي تريدين شراءه، وعلى نفس الصفحة اختاري المقاس واللون المناسبين لك. يرجى الملاحظة بأن مقاسات الفساتين قد تختلف من مصمم إلى آخر. تأكدي من الاستعانة بدليل وجدول المقاسات لدينا لأي فساتين تختارينها، وذلك بالضغط على رابط كيف أعرف مقاسي، وهو موجود بجانب محدد المقاس لأي فستان تختارينه على موقعنا. بعد اختيار المقاس واللون المناسبين، اضغطي على إضافة إلى سلة التسوق، وهنا سترين جميع الموديلات التي أضفتيها إلى سلة التسوق الخاصة بك. إذا كنت جاهزة لإكمال عملية تقديم الطلب، اضغطي على التالي إنهاء الطلب. هنا عليك تعبئة معلومات عنوان الشحن باللغة الإنجليزية، والتي تشمل الاسم الشخصي، اسم العائلة، عنوان الشحن، المدينة والدولة، ثم أدخل الرمز البريد ورقم تليفون واحد على الأقل كما هو مطلوب، وعنوان بريدك الإلكتروني، الإيميل، وعليك بتأكيده مرة أخرى، ثم اضغطي على التالي تفاصيل الدفع. الآن على هذه الصفحة اختاري نوع بطاقة الائتمان الخاصة بك بالضغط على السهم الأسود الصغير بجانب خانة التعبئة الأولى، ثم أدخلي رقم بطاقة الائتمان والاسم كما يظهران على البطاقة، وتاريخ انتهاء البطاقة، ورمز الحماية للبطاقة الذي عادة ما يكون على خلف البطاقة. الجدير ذكره بأنك تستطيعين الضغط على الرابط البرتقالي ما هذا بجانب خانة التعبئة لرمز الحماية في حال واجهتك صعوبة بفهم ما هو هذا الرمز. ثم أدخلي تفاصيل عنوانك الخاص المرتبط ببطاقة الائتمان. الآن أكملي تقديم الطلب، وذلك بالضغط على الرابط الأحمر مراجعة الطلب قبل الإنهاء. على هذه الصفحة بإمكانك مراجعة جميع تفاصيل طلبك قبل إنهاء عملية تقديم الطلب. بالنسبة للشحن الدولي، فإن طلبك سيتم شحنه عبر خدمة البريد الدولي التي تتناسب مع الدولة التي تقيمين بها. وإذا ما كان الشحن داخل الولايات المتحدة، فبإمكانك اختيار طريقة الشحن التي تفضلينها بما فيها خيارات تعجيل الشحن. في خانة تاريخ الارتداء، الرجاء تحديد تاريخ الارتداء، والذي يعتبر اليوم الأخير الذي توافقين به على قبول طلبك. لإنهاء الطلب، اضغطي على تقديم الطلب في أسفل الصفحة. هذه الصفحة الأخيرة هي صفحة تأكيد إنهاء تقديم الطلب. علاوة على ذلك، سوف تصلك رسالة تأكيد أيضاً عبر البريد الإلكتروني لعملية الشراء. إن رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن رابط حالة الطلب ورقم الطلب، وذلك كي تستطيعين فحص حالة طلبك في أي وقت شئت. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى تتعلق بتقديم طلب شراء مع شركة newyorkdress.com، الرجاء عدم التردد بالاتصال بنا أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة الشات على موقعنا مع أحد فريق خدمة الزبائن لدينا.